عن تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. عادل عباس مراسل تلفزيون النهار بالبليدة ينضم إلينا هاتفيا حتى يضعنا في الصورة. عادل عباس إليك الخط. يعني بعد أكثر من 3 أسابيع تقريبا اليوم يتم تحديد المصدر. تفضل عادل عباس إذا كان هناك لديك تفاصيل أكثر. أهلا زميلتي كل مشاهدي قناة النهار. نعم نحن نتابع في أحداث وتطورات إصابة عدد من الأشخاص بمرض الكوليرا والبحث عن المصدر الرئيسي. نعم كنا توجهنا منذ حوالي أسبوع إلى وادي ابن عزة الذي يمر على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين البليدة وادي عيش. هذا الوادي الذي يصب من منطقة الشريعة باتجاه وادي بني عزة. نعم توجهنا، فالكارثة كانت كبيرة عندما توجهنا أنا في ذلك الوقت ورأينا اختلاط مياه صالحة للشرب بمياه القذرة. نعم المياه الرئيسية تمر عبر الأودية والتي عادة ما تختلط بتلك المياه. زيادة على ذلك لما توجهنا إلى عين المكان رأينا النفايات ملقاة في كل مكان، يعني مما يشكل خطر على صحة المواطنين الذين يسكنون المنطقة. عادل عباس، أهمية هذا الوادي بالنسبة لسكان البليدة ومدى استخدامهم واستغلالهم لهذا الوادي تقريبا حتى تصل يعني الفكرة فقط، كيف يتم استغلاله؟ وادي بني عزة. نعم نتحدث بصراحة أنه الواد على مستوى أطراف أو ضفاف الواد هناك العشرات أو المئات من السكنات الفوضوية الذين لا تصلهم المياه عبر الحنفيات، سيقومون باستعمال الأودية كطريقة سهلة لكي لا يقومون بشراء صهاريج أو تنقل لجلب الماء من أماكن بعيدة. فهم يستعملون تلك المياه التي تكون نقية، ولكن بمرورها عفوا بالأودية ورمي النفايات تتلوث، فالبعض منهم يستعملها حتى للشرب وليس للغسل فقط مما قد يؤدي إلى أمراض. زيادة على ذلك وجود الحشرات والحيوانات التي يلقى بها من بعض أصحاب المذابح مما يشكل خطر تتلوث أو تتحلل تلك الجثث مما قد يشكل خطر وتكون المصدر الرئيسي للوباء، لأنه أول حالة سجلت على مستوى السكنات الفوضوية في خضرونة التي يمر عليها الواد. كنا نقلنا قبل ذلك عبر النهار صور حية حول اختلاط تلك المياه وحتى السباحة، الأطفال يسبحون وأشخاص يشربون من تلك المياه التي يعتقدون أنها نقية نظيفة ولكن هي ملوثة لأنها تمر على عبر النفايات. نعم النهار دائما تنقل لكم تلك الصور، تحدثنا مع المواطنين لماذا تشربون من تلك المياه، تأكدوا لنا بأنهم يصعب عليهم التنقل لجلب المياه من أماكن بعيدة ويعتقدون أن تلك المياه طاهرة وصالحة ويستطيعون الشرب منها. أكيد ستكون هناك يعني رصد لردود الفعل لأنه أكيد سيكون هناك مواصلة لهذا الملف وردود فعل في التعامل مع هذا الواد ومعرفة الوصول إلى مصدره في حد ذاته، كما لاحظنا في بعد ما أعلن أنه مصدر الوباء في البداية كان بولاية بازا وبأحد يعني الأعين المستخدمة من طرف المواطنين. نعم سنقوم برفض لكم كل يعني كل آراء المواطنين حول الوباء الموجود هناك ونحاول الوصول إلى مصدر الحقيقي لهذا الوباء. نحن لسنا بمعهد باستير ولكن سنحاول. هذه وزارة الصحة تحدثت عن ذلك لكن ستنقل لنا الصورة عادل عباس. نعم سنقول لكم الصورة من عين المكان ونتوجه كالعادة لإفادة المواطن بالمعلومة، لأنه الكوليرا أصبحت يعني شغل الشاغل هنا بولاية البليدة ولا حديث يعلو فوق مشكل الأمراض المعدية والمتنقلة، حتى أن الولاية قامت بتطهير عدة أودية منذ أسبوع ولكن ما زال الخطر ربما حول هذو الأشخاص لأنهم يعيشون على ضفاف وادي ويقومون بشرب المياه التي تشكل خطر على صحة أبنائهم وعلى صحتهم. عادل عباس كذلك أنه الوضع المتأزم بالبليدة يعني هو الذي عجل كذلك بإنهاء مهام ولي البليدة وعلاقته كذلك بالتعامل بملف الكوليرا بهذه الولاية. نعم صراحة المواطنين هنا بولاية البليدة يعني تفاجئوا لغياب الوالي وغياب مسؤولي الولاية لزيارة المرضى أو الحديث حتى على مستوى الولاية. لم تكن هناك ندوة صحفية أو خالية. نحن الصحفيين وجدنا صعوبة كثيرة وصعوبة كبيرة في نقل المعلومة إلى المواطن والتي هي من حقه في الولاية. لا والي ولا مسؤولين تحدثوا معنا، لذلك الوالي ظهر بعد أسبوع كامل من تفشي هذه الظاهرة ومن وفاته. المواطن يعني تفاجأ بغياب الوالي والمسؤولين عن باش يعلمهم
بما يحدث حولهم. لذلك رئيس الجمهورية فخامس الجمهورية اتخذ إجراءات وقام باعتباره دستوري، هو المسؤول الأول على تعيين الولايات، وهو مرسوم رئاسي صدر أمس ب يعني إنهاء مهام الوالي على رأس ولاية البوليدة. المواطنين لم يتفاجئوا، فرحوا وأكدوا أن رئيس الجمهورية استجاب لهم، لأنهم في على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قاموا بحملة يطالبون فخامة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات ضد هذا الوالي الذي لم يظهر له خبر، زيادة على التصريحات نتاعه التي اعتبرها البعض أنها غير مسؤولة، يعني والي يتحدث مع مريضة بتقنية البلوتوث هكذا علق البعض، أول والي يستعمل تقنية البلوتوث الحديث مع مريضة على بعد 10 أمتار كاملة ويتحدث معها خوفا من انتقال وباء، عكس بعض الولايات الذين جيراننا توجهوا إلى عين المكان وتحدثوا بوضع كمامات على الفم، وهناك أشياء تأتي من ذلك المرض، أو المرض لا ينتقل عن طريق الحديث عن بعد بل ينتقل عن طريق اللمس أو شرب المياه. عادل عباس، وأنت تتحدث دائما وأنت تتحدث ونحن نتابع الصور لهذا الوادي، وادي بن عزة، معلومات كذلك أن هذا الوادي يستغل للسقي بالولاية. نعم، هذا الوادي يستغل للسقي بالولاية، وهذا الوادي كان المفروض هناك مشروع لاستغلال تلك المياه، لأنه تعلمين أن المنطقة جبال أطلس البوليدي عبر تلك الجبال تتدفق مياه كبيرة وكبيرة جدا. ولاية البوليدة معروفة بمياهها الجوفية والجبلية التي عندما يكون عندما تتساقط الثلوج يصبح ذلك الواد المنسوب تاعو يرتفع كثيرا، حتى بعض الأحيان يحدث حالة فيضان. كان هناك مشروع في وقت الوالي الأسبق لاستغلال تلك المياه، ولكن ذلك المشروع تعلمين أنه سياسة التقشف، وتعلمين أنه انخفاض سعر البترول على المستوى الدولي أدى إلى الجزائر عدة مشاريع. المشروع من بين هذا المشروع من بين هذا المشروع الكبير جدا الذي كان يقام سيقام هناك بمنطقة بن هجوري، هي أبعد هي هي هي, هي البوابة لوادي بن عزة، ولكن ألغي ذلك المشروع. نعم، هذا الوادي يستعمل في عدة أشياء، حتى أصحاب الأبقار والأغنام يتوجهون بالأبقار لشرب تلك المياه، المواطنين يستعملون تلك المياه في الغسل وإلى غير ذلك. مياه وادي بن عزة يعني لو قاموا باستغلالها لكانت إيجابية، عكس ما أصبح سلبي يعني ملوثة بالنفايات. زيادة على ذلك رمي النفايات العشوائي، أهم شيء هو رمي النفايات العشوائي من طرف الشاحنات وأصحاب المصانع، مما يلوث المكان ويجعل من تلك المياه سموم، عكس أنها مياه عذبة أصبحت سموم بالنسبة للمواطن البليدي. ابقى معي عادل عباس حتى أذكر فقط المشاهدين بالخبر الهام نوضح أسفل الشاشة، وتحديد وزارة الصحة للمصدر الأساسي لوباء الكوليرا، وهو بوادي بن عزة بولاية البوليدة. هذا الوادي يشمل مجاري تبدأ من جبال الشريعة وتصل حتى العاصمة، ولذلك فإن وزارة الصحة قررت وضع تدابير وقائية من أجل مكافحة هذا الفيروس، واستكمالا لذلك تمكنت من الوصول إلى المصدر الأساسي لهذا الفيروس. كما أشرنا، هذا الفيروس يتواجد كذلك بمجرى للوادي محاذي لملعب تشاكير، وكما تم الإشارة فإن هذا الوادي يصب بالعاصمة الجزائرية ويستغل للسقي الفلاحي كذلك. عادل عباس، أنت دائما معي عبر الهاتف حتى نوضح يعني أن المصدر يبدأ من جبال الشريعة وتكون هذه المياه صالحة، لكن الإشكال هو في المجاري وصوله للبوليدة، وصوله إلى وادي بن عزة أكيد، وحتى يصل إلى العاصمة. نعم زميلتي، حتى نكون في الصورة، أنه عدد السكنات الفوضوية جعل من الواد يتلوث بسرعة، لأنه تلك السكنات لا يملكون قنوات للصرف الصحي، فيقومون بإلقاء الفضلات وإلقاء الصرف الصحي في الواد، اختلاطه بمياه الصرف الصحي، وهذا السبب الأساسي لظهور مرض الكوليرا حسب المختصين. نعم زميلتي، توجهنا منذ حوالي أسبوع للبحث عن المصدر لتلوث المياه، فشهدنا كارثة حقيقية، واختلاط اختلاط القنوات الرئيسية ووجود عدة ثقب يعني على مستوى تلك القنوات، رأينا أنه اختلاط المياه اختلاط يعني حتى بالعين المجردة تراه، يعني شيء ربما، وتلك المياه تذهب إلى حنفيات المواطن وليس فقط على من يقوم بشرب المياه الواد، حتى تذهب إلى الحنفيات
ورأينا ربما الصور حية، ربما أنتم تنقلوا تلك الصور التي نقلناها ليس بالكلام، وإنما نقلنا صور حية وتوجست أمطار إلى تلك يعني الخزان الذي يقوم بتزويد سكان عدة بلديات على مستوى ولاية البليدة بمياه الشرب. لذلك كل المواطنين يعتقدون، عند حديثنا مع المواطنين يعتقدون أن مياه الشرب العدو وهي مصدر الكوليرا وليس الخضروات والفواكه، لأن المواطنين نحن حرصا منا على توصيل المعلومة إلى المواطن ومتابعة كل أحداث كبيرة وصغيرة، وانتقلنا إلى مختلف الأماكن، نحن لم نركز على مكان واحد، بل انتقلنا إلى ولاية غربها جنوبها شمالها ونقلنا نفس الصور. نقلنا أيضا مواطنين يقومون يعني بشرب المياه من يعني مياه غير صالحة للشرب، وهم يعتقدون أن المياه صالحة للشرب، لذلك عندما تتحدث معهم أن المياه غير صالحة يقولون أنها مصدرها الجدال، والجدال يكون دائما مياه نظيفة، ولكن هذه هي في الطريق وهي تتلوث في الطريق، يعني عدم وجود سرق قنوات صحي، وجود السكنات الفوضوية، وجود شاحنات، لأن المنطقة قريبة من منطقة صناعية. ربما هي المعلومة الأضيفة أنه تلك ذلك المكان الذي به النفايات وتلك الأودية تقوم بعض المؤسسات الصناعية الخاصة الكبرى، تعلمين أنه منطقة البليدة بها منطقة صناعية كبرى تنتج يعني يعني عدة منتوجات معروفة على المستوى الوطني، يقومون برمي تلك الأوساخ ورمي الفضلات التي تتحلل بالمياه مما تشكل خطر على صحة المواطن على مستوى ذلك الواد. زيادة على ذلك وجود يعني وجود السكنات الفوضوية إلى كل هذه الأشياء عقد الوضعية نوعا ما. نعم عقدت وضعية وجعلت من تلك المياه يعني غير صالحة للشرب، وفيها سموم يعني غير معروفة، عندما يرمون أشياء قديمة ويرمون يعني مواد كيميائية في المياه تتحلل وتصبح سم وليس مياه كما قلت من قليل. يعني المواطن يعتقد أنها المياه صالحة للشرب، هذا هو الشيء الذي فاجأنا. دون عندما قلنا له هل قمتم بتحليل، يقول لا، المياه الآتية من الواد تكون دائما صالحة للشرب، يعني معتقد أو فكرة في 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 مخهم يعني تؤكد لهم أن المياه صالحة للشرب ويقومون بشربها. في الحالات المسجلة والتي نقلتها النار، قناة النار الأولى التي نقلت حول اشتباك حالة كوليرا، كنا يعني حاضرين يوم 14 أوت أول حالة سجلت على مستوى المنطقة، ونقلنا تلك الصور الحية رغم أنه كان صعوبة في نقل المعلومة. تعلمين أنه أحيطنا بأعوان الأمن الداخلي لمستشفى منعونا من نقل المعلومة، وأنه ليست كوليرا وعبارة عن تسمم حاد، ولمنا في ذلك الشيء، ولكن النهار دائما تنقل صور حية وتتحدث مع المواطنين وتبحث على مصدر الكوليرا. نحن في قناة النهار أرسلنا كل تلك الصور للوصول إلى مصدر تلك المياه. نعم ربما منذ قليل سمعنا أنه محمد باستور أكد أنه مصدر المياه هي واد بني عزة، أكيد المكان واد بني عزة حقيقة ملوث، واد بني عزة غير صالح للشرب بالعين المجردة وليس بتحاليل. خلينا نبقى مع دائماً عادل عباس حتى نذكر المشاهدين فقط بأن معهد باستور في وقت سابق يعني أكثر من أسبوع حدد مصدر وباء الكوليرا بأحد المنابع بولاية تيبازا، لكن المواطنين هناك أكدوا أنه ليس هو المصدر الأساسي، وبعد ذلك تم تقديم بعض التصريحات أنه يجهل المصدر الأساسي لوباء الكوليرا، لكن قبل تقريبا ربع ساعة من الآن وزارة الصحة تكشف وتحدد بأن مصدر وباء الكوليرا هو بوادي بن عزة بولاية البليدة. عادل عباس مراسلنا بولاية البليدة، أعطيت لنا تفاصيل دقيقة حول مجرى هذا الوادي ووصوله حتى إلى العاصمة واستغلاله للشرب وللسقي الفلاحي والاستخدام من طرف المواطنين. إذا نعم، إذا مشاهدينا الكرام حتى نواصل فقط الحديث، عادل عباس على